أهلا بكم. اعتبر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية إعلان موسكو عن موافقة دمشق المشاركة في مؤتمر للسلام الدولي اعتبره إعلانا غامضا، ودعا الائتلاف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إلى توضيح هذا الموقف. وكان ناطق باسم الخارجية الروسية أعلن أن دمشق وافقت من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر جنيف خلال زيارة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو، تبحث في موقف المعارضة السورية ومغزى الإعلان الروسي بالنيابة عن الرئيس الأسد. لكن بعد التقرير التالي: موقف دمشق بشأن المشاركة في مؤتمر السلام الدولي لحل الأزمة السورية صدر من موسكو ومن مسؤول روسي. نحن سعداء بأن نعلن أن دمشق أعربت عن استعدادها من حيث المبدأ للمشاركة في المؤتمر الدولي بهدف جعل السوريين يجدون بأنفسهم مسارا سياسيا لحل الصراع. لا شك في أنه من أجل نجاح إطلاق المؤتمر الدولي حول سوريا فإنه من الضروري مشاركة كل الأطراف النافذة بما فيها القوى الإقليمية. إن الهدف الأكثر إلحاحا يبقى تشكيل وفد للمعارضة بهدف المشاركة في الحوار دون أي شروط مسبقة. الحكومة السورية التي أرسلت فيصل المقداد نائب وزير خارجيتها لعقد مباحثات مع المسؤولين الروس لم تعلق على ما أعلن في العاصمة الروسية، وأبرزت وسائل إعلام دمشق تصريحات روسية تشدد على التعاون العسكري بين روسيا وسوريا. الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي يجتمع في اسطنبول قال بعض أعضائه إنهم يرغبون في سماع موقف واضح من الحكومة السورية نفسها. حكومة الأسد يجب أن تعلن بشكل واضح هذه النقطة، بعد ذلك نرغب في أن نعرف ما إذا كان وفد الحكومة مخولا اتخاذ قرارات بما فيها نقل السلطة إلى الحكومة الانتقالية أو المؤقتة، وهذا غير واضح حتى الآن. في هذه الأثناء يستمر الائتلاف المعارض في بحث قرار المشاركة في مؤتمر جنيف من عدمها. وائل الحجار، BBC. ومعنا لمناقشة الموضوع السوري في الاستوديو الناشط السياسي السوري عمار وقاف، كذلك عبر الهاتف من موسكو إلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية، وكذلك يرافقنا من اسطنبول نجيب الغضبان عضو الائتلاف وممثله في واشنطن، ومعنا من بيروت الكاتب الصحفي جمال دملج المختص في الشؤون الروسية. أبدأ معك سيد دملج من بيروت، على مستوى الشكل والإخراج لماذا في تقديرك أعلن القبول من موسكو وليس عن طريق وزير أو مسؤول أو ربما حتى ناطق رسمي باسم الخارجية السورية؟ يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار المباحثات التي دارت بموسكو يوم أول من أمس الأربعاء بين نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وجدنا أن التصريح الذي أدلى به المقداد قال أن سوريا سوف تعبر عن موقفها النهائي بالنسبة لمؤتمر جنيف 2 لدى عودته والتباحث مع الحكومة السورية فيما دار من مباحثات بينه وبين الوزير سيرجي لافروف. وعلى هذا الأساس فإن سوريا لغاية الآن لم تصدر أي موقف نهائي باستثناء ما جاء من موسكو على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الذي قال إنه تلقى معلومات أكيدة تفيد بأن دمشق وافقت بشكل مبدئي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة في غاية الأهمية، وأن هذا الإعلان يعني في إطار ما يعنيه أن سوريا تحاول أن تكسب، سوريا الرسمية طبعا، المزيد من الوقت لإعلان موقفها بالنسبة لهذا المؤتمر العتيد. أسأل في نفس السياق سيدة سوبونينا من موسكو، تقديرك حسب البعض أن موسكو ذهبت بعيدا ربما في تبني هذا الموقف الروسي ولم السوري عفوا ولو لم يصدر رسميا عن دمشق، هل تعول فعلا موسكو أو هل تلقت ضوء أخضر حقيقي ومؤكد من دمشق حتى تمضي في هذا الإعلان؟ روسيا مقتنعة بأن حكومة سوريا موافقة على إجراء المفاوضات، لأنه ليس لأول مرة النظام السوري يعبر عن هذا الشيء. وقبل فترة إذا تذكر هناك كانت موافقة كاملة من قبل الحكومة السورية على المفاوضات مع ممثلي المعارضة،
وكانت هناك تصريحات رسمية من قبل النظام، وحتى أكثر من ذلك كانت هناك قائمة من الأسماء للمشاركين من قبل الطرف الرسمي، وكان هناك أسماء لقدر جميل وأيضا وزير الإعلام وأيضا نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء، حتى فالطرف السوري الحكومي مستعد لإجراء المفاوضات منذ زمن طويل. نعم، أسأل الآن سيد نجيب الغضبان عضو الائتلاف من واشنطن، هل تثقون في هذا الموقف الذي أعلنته موسكو؟ وماذا عن مطالبكم في تحديد فريق مفاوض من قيادات مخولة ربما بالقبول أو بالقبول بما تضعونه شرطا ربما للمضي بعيدا في جنيف 2؟ الحقيقة لا، الثقة ليست كاملة حتى الآن، ونحن ننتظر لرؤية المزيد من التفاصيل حول الإطار العام للمفاوضات، حول من المشاركين ومرجعية طبعا هذه المفاوضات. بالنسبة لنا ليس هناك ثقة بالطرف الآخر بالتأكيد، وإلا لو كان هناك ثقة لاستطعنا الجلوس مع النظام مباشرة، ولكن نقول بأنه النقطة الأساسية في عدم الثقة منطلقة من فهمنا لاتفاقية جنيف الأولى التي تتحدث عن حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تنفيذية، مما يعني أن بشار الأسد ليس له مكان في هذه العملية، وبالتالي ليس من صالح النظام أن يفاوض على رحيله. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية الأساسية التي تدعو إلى عدم الثقة هي أن هناك شروط معينة من إيجاد جو من الثقة يمهد لمثل هذا اللقاء، وهو أن يكون هناك عكس ما يجري الآن، أنه يتم وقف لإطلاق النار، أن يتم وقف للقتل وليس تصعيد العسكري الذي يقوم به النظام على أكثر من جبهة، وهذا بالمناسبة منسجم مع روح جنيف ومع النقاط الستة التي تحدث عنها كوفي عنان. لكن حتى هذا الشرط سيد الغضبان هناك من يقول ليستم قادرون على تنفيذه والإيفاء به بالنظر إلى ربما فرق المقاتلين، وليس لدى الجيش الحر والائتلاف المعارضة السيطرة والكلمة الأخيرة عليها. يعني هذه القضية طبعا نقطة البداية فيها أن يقف النظام يقبل بمنطق وقف إطلاق نار، وهو ما رفضه في الفترات الماضية في كل المبادرات السياسية التي كانت أجريت. أما في اعتقادي أنه من مصلحة جميع الكتائب، من مصلحة الجيش الحر أن يعني يتم وقف القتل. بالنسبة لنا دائما كان هناك نقطة أساسية، وهي أن وقف إراقة دماء السوريين هي أحد الأهداف التي نسعى لها، والتغيير قادم. بالنسبة لنا النظام انتهى، عملية التغيير بدأت، ولكن نريد أن يحصل التغيير بأقل التكاليف. نعم، دعني أسأل سيد عمار هنا وقف النشط السياسي، كان التفاصيل أو كان الجميع يختلف على تفاصيل لم تظهر بعد، كيف تقرأ أنت إمكانية ربما تحقيق اختراق لجنيف 2 أو حدوثه أصلا؟ نعم، مساء الخير. الحقيقة هي الموقف المتروي إذا استطعنا قراءته بهذا الشكل للحكومة السورية يدل على عدم ثقة أساسا بالطرف الآخر. من هم هؤلاء الناس الذين سيحضرون من الطرف الآخر؟ ما هي الضمانات التي يستطيعون تقديمها فيما يتعلق بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه على الأرض؟ هذا أمر مهم جدا. خلافا لما قاله الأخ الغضبان، حقيقة بناء على إعلان جنيف الذي حصل في حزيران الماضي الأول، قامت هناك طبعا كان هناك في تأكيد لنقطة يعني النقاط الست، خطة النقاط الست، وكان هناك وقف لإطلاق النار، ومن لم يلتزم فيه حقيقة هو المقاتلون على الأرض. وهذا دائما يطرح الإشكالية، يعني تستطيع أن تتفاوض أنت وتستطيع أن تأتي بأفضل الحلول، لكن ما هو الإنعكاس على الأرض؟ هذه هي القضية الأساسية. النقطة الفنية أيضا، أن تعلن الأمر موسكو وليس دمشق، كيف تقرأها أنت؟ هل هو حذر من النظام وإعطاء ربما ضوء أخضر قد يتنصل منه بسهولة فيما بعد إذا لم تمشي الأمور كما يريد؟ هذه قراءة للبعض على كل. قد يكون، لكن أنا بالنسبة لي أنا أقرأه بشكل مختلف. أنا أقول بأن الحكومة السورية قامت بالحديث مع حليفها الروسي، وهناك مشاورات ضمن الحكومة السورية بعد أن يعود المبعوث، ويتم الإعلان بشكل رسمي. كل ما نعلمه حاليا هو أن الحكومة السورية تتعاطى بإيجابية مع هذه المسألة. أصلا السيد رئيس الجمهورية تحدث في خطابه في كانون الثاني الماضي على خطة للحل من وجهة نظر الحكومة السورية تستند إلى مبادرة جنيف. سنرى خطة الحل هذه وهل يكون الأسد طرفا فيها أو لا كما تطالب المعارضة، فقط من خلال الظرفية وما يجري في موسكو. أسأل سيد دمرج مرة أخرى، موضوع الصواريخ الروسية S-300 ويقال أنها في الطريق إلى دمشق، قد تشوش على هذا
المؤتمر يرى البعض، وما معنى أن ترسل موسكو برسالتين، واحدة عسكرية وما وراء الصواريخ هو أهم ربما، وموضوع السياسة ومؤتمر جنيف الثاني، هل ترى في الأمر تشويشا ممكنا؟ يعني أعتقد أن الخطوة الروسية المتعلقة بإرسال الصواريخ من نوع S-300 تدخل في إطار حسابات استراتيجية روسية بحتة تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة في غاية الأهمية، وهي أن روسيا كانت تنظر دائما إلى ما سمي ربيع العرب منذ بدايته في تونس ثم في مصر ثم في ليبيا ثم في اليمن وصولا إلى سوريا من خلال حسابات استراتيجية تتعلق أولا بهواجس خاصة بما أشيع في ذلك الوقت عن خطة لتقسيم منطقة الشرق الأوسط ضمن إطار خارطة حدود الدم التي يرفع لواءها الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي رالف بيترز. ثم تطورت هذه الهواجس إلى مسائل استراتيجية أعمق تتعلق بخط نابوكو لأنابيب الغاز الذي يستهدف في إطار ما يستهدفه عملية محاربة اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي. من هذا المنطلق فإن روسيا عندما تنظر إلى قضايا شرق أوسطية فإنها تنظر من خلال منظارين أو من خلال بعدين، البعد الأول سياسي ويتم من خلال الدبلوماسية الهادئة التي اعتمدت موسكو على أن تقوم بها، والثاني استراتيجي من خلال حسابات ربما تتبلور من خلال تزويد دمشق بصواريخ من نوع S-300. سيدة سبونينا، ما بين الدبلوماسية الهادئة كما قال سيد دملج وإرسال الصواريخ، هناك عامل إقليمي مهم قد يغفله البعض. ماذا عن الموقف الإسرائيلي وهل التي لم ترحب بإرسال هذه الصواريخ وقالت ربما ستضربها حتى قبل الوصول؟ هل موسكو قادرة فعلا على تأمين اكتمال هذه الصفقة وتأمين اكتمال جنيف 2 أيضا؟ ليست هناك صفقة S-300 بين روسيا وسوريا حسب علمي، وروسيا حتى في سنة 2010 جمدت صفقة S-300 مع إيران، والإيرانيين خلافا مع السوريين كانوا مستعدين أن يدفعوا، لكن روسيا استمعت لنصائح من قبل شركائها الغربيين وأيضا من قبل إسرائيل وجمدت هذه الصفقة التي تعتقدون أنه روسيا مستعدة الآن تبيع نفس الصواريخ لسوريا في هذا الوقت. أنا أشك في ذلك. أما بالنسبة لفكرة انعقاد المؤتمر فروسيا الآن أثبتت أنه اتصالها مع الحكومة السورية ممكن أن يؤدي إلى نجاح نسبي، وهذا شيء مهم قبل المفاوضات بين لافروف وكيري في يوم الاثنين في باريس. هذا يعني أن وزير لافروف سيأتي إلى هذه المفاوضات وبيده شيء ما. أما على الطرف الأمريكي أيضا أن يثبت بأن اتصاله بالمعارضة أيضا ممكن أن يؤدي إلى النجاح وإلى نجاح مبادرة المؤتمر. نعم، أسأل المعارضة سيد الغضبان، أنتم ماذا يمكن أن تقدموا لحليفكم الأمريكي كما ذكر السيدة سبونينا منذ حين؟ تتداول أسماء، في الحقيقة إصراركم معروف على حل سياسي بدون الأسد، تتداول أسماء الآن مثل الشرع نائبه أو حتى مناف طلاس، بعض الصحف التركية والأمريكية تتحدث عن هذا بديلا أو قائدا للفترة الانتقالية، هل ترجح مثل هذين الاسمين أم هما يبقيان في إطار التداول فقط؟ أعتقد أن كل هذه الأسماء هي في إطار التداول. كما ذكرنا الأهم الآن أن يكون هناك قبول بالمبدأ، وأعتقد أنه بالنسبة للمعارضة للإتلاف الوطني هناك قبول بمبدأ أن يكون حل سياسي قائم على الثوابت أساسية بأنه هناك عملية انتقال ديمقراطي من غير أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وأن يكون هناك إطار زمني واضح لهذه العملية. نعتقد أنه في جنيفا كثير من هذه الأفكار حتى يتم تنفيذها. كما ذكرت هناك الكثير من الشروط المطلوبة من ناحية الطرف الآخر، من ناحية حلفاء الطرف الآخر، ومن ناحية أصدقائنا أيضا. وبالنسبة لنا الآن الأصدقاء يقدمون الكثير من يعني الحوافز للذهاب إلى جنيفا، ولكن نريد أن نراها بشكل مكتوب. ماذا عن مبادرة معاذ الخطيب؟ هل هي ملزمة لكم أم تبقى مبادرة شخصية وقد تقتنعون ببعض نقاطها أيضا؟
لا، هي كانت مبادرة فردية الحقيقة، تم طرحها بشكل عام قبل أن طرحت في داخل الائتلاف، وهذا ما يجعلها فردية. ولكن كان واضح تماما رفض النظام لها منذ اللحظات الأولى، وبالتالي بقيت في هذا الإطار. نعم سيد عمار، مرة أخرى، هذه الأسماء التي يتم تداولها الشارع، نائب الرئيس الأسد وحتى منافة الله صديق الطفولة بالنسبة إليه الذي غادر وتنحى عن الجيش، هل يمكن القبول بها كأسماء أو أعلام قد يكون لها شأن في مرحلة انتقالية، أم أن النظام لن يقبل على المفاوضة بتنحي رئيسه؟ يعني دعني من النظام، أنا لا أتحدث باسمي، أنا أتحدث باسم الناس. قراءتك الذين لست متحدثا باسمه بالتأكيد. لا، الفكرة هي أنه يعني أنا أتي لك برأي الناس الذين رفضوا الانخراط في الثورة. نعم. إذا صحت التسمية، وهناك أسباب تتعلق منها بالشكل، منها بالمضمون ومنها بالمبادئ. نعم. هؤلاء الناس لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال أن يتم حمل السلاح، أن يأتي فريق في سوريا يحمل سلاح ويؤدي إلى فرض شروط معينة على الطاولة، لأننا إذا قبلنا بهذا الأمر فلن ننتهي لأجيال قادمة. إذن الحل الوحيد هو أن تأتي الناس إلى الطاولة، أن يكون هناك حل يقبل به الجميع فيما يتعلق بآلية انتخاب السلطة، بآلية انتقال السلطة، لكن الحل وليس شروط مسبقة. لكن الحل سيد عمار أيضا يجب أن يحمل مؤشر على التغيير على الأقل، إذا ما بقي الأسد بكل الرموز وبكل الأسماء، ما الذي تغير؟ ما الذي يغري الآخرين بالقبول بهذا الحوار؟ سيدي الكريم، التغيير يجب أن يكون حقيقيا وليس تغييرا في الأشخاص. نحن نتحدث بفكرة دقيقة جدا. أنا إذا الآن قبلت بشروط كمواطن سوري، نعم، إذا قبلت الآن بشروط أن لن أذهب معك إلى طاولة الحوار إلا أن تحقق لي كذا وكذا 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 كشروط مسبقة، فأنا أنا غير مهتم أن آتي، نعم، إلى طاولة الحوار، والميدان بيننا. إذا كانوا هم يريدون حقا، يعني هناك هذه القضية الأساسية التي نحن يعني تتعارك كل سوريا حولها، لن نسمح بأي شكل من الأشكال. نحن كمواطنون سوريون تحفظنا، ونحن، نعم، كثيرون لسنا قلائل، يعني تحفظنا على بعض هذه المطالب في بداية الأمر وعلى الشكل عموما، نعم، لن نسمح بأي شكل من الأشكال أن يتم فرض شيء بقوة السلاح. نأتي إلى طاولة، هناك صناديق اقتراع، عملية عادلة يقبل بها الطرفان، وإذا استطاعوا بيوم من الأيام أن يأتوا بممثليهم إلى مجلس الشعب. هناك ضغط الحلفاء أيضا، ماذا عن واشنطن وموسكو، وماذا عن حدود النظام؟ إلى أي حد يمكن أن يقبل بهذه الضغوطات؟ الحكومة السورية هي حكومة مستندة إلى قاعدة جماهيرية معقولة جدا، تأكلت مقارنة بما هو قبل. هناك من يقول بأنها ازدادت بنتيجة أعمال المسلحين، بنتيجة تصرفاتهم، يعني هناك الكثير من التأويلات، لكن ما هو واضح حتى الآن بأن الناس حتى الآن تذهب إلى أعمالها بشكل يومي. نعم. الناس ما زالت تنخرط في الجيش بشكل يومي، الناس ما زالت مع الحكومة عمليا، الفريق الذي مع الحكومة ما زال مع الحكومة، هو فريق كما قلت وليس كل الناس. نعم. فهذا الفريق له رأي. نعم سيد دملج، مرة أخرى أسألك، يعني الحدود التي يمكن أن تبلغها موسكو أو هامش المناورة كي ربما تحصل على تنازلات ما ولو شكلية من دمشق، كيف تراها وما حدودها بالنسبة إليك؟ يعني أعتقد أن موسكو وصلت إلى حد الاعتقاد الراسخ منذ البداية أن الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة السورية، ولكن ما هو جديد في الوقت الحاضر هو أن هذا الحل أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى، سيما وأن تداعيات الأزمة السورية بدأت تؤثر بشكل سلبي جدا على الدول المجاورة، وقد سمعنا على مدى الأيام الأربعة الماضية مثلا الشعارات التي تم طرحها، القصير في سوريا مقابل جبل محسن في، نعم، مدينة طرابلس في شمال، نعم، الشعارات الطائفية، وهذا هو الهاجس الذي يجعل عملية اللجوء إلى طاولة الحوار مسألة في غاية الأهمية، وهذه هي لغة العقل التي أعتقد أن روسيا تبنت منهجها منذ، نعم، البداية، منذ بداية الأزمة في سوريا. سيدة سيبونينا، هل تخشى فعلا موسكو من تمدد الأمر إلى حرب طائفية إقليمية في المنطقة قد يقحم فيها العراق ولبنان أيضا؟ نعم، إذا فشل الحوار وجنيف 2. روسيا تخشى من ذلك كما تخشى من ذلك أمريكا والاتحاد الأوروبي، والتحفظات هي مشتركة، وهناك تأثير سلبي واضح على دول مجاورة لسوريا، وروسيا لا تريد أن يقع ذلك، وروسيا تعمل كل ما بوسعها لإطفاء الدم في سوريا حاليا. وأنا أؤمن بأن هذه مبادرة سلام ممكن أن
تنجح لأنه ليس أمامنا فرص أخرى. نعم سيد الغضبان، نفس السؤال تقريبا، هل تخشون من تمدد الصراع إلى حرب إقليمية بعناوين طائفية مخيفة؟ لماذا لا تقبلون حتى بالقليل حقنا للدماء والبدء على الأقل بوقف لإطلاق النار من الطرفين قبل أن تقع الكارثة الأكبر كما يقول البعض؟ طبعا هناك خشية، والحقيقة ليست خشية، هناك مؤشرات كثيرة على أن الصراع الآن أصبح له امتدادات إقليمية. نعم، ما يجري في القصير هو اعتداء صارخ من إيران وحزب الله على السيادة السورية، وأيضا الحقيقة الدور الروسي دور سلبي جدا في هذا الأمر. أيضا الطرف الآخر يقول بأن هناك متطوعين يأتوا لصالح الجيش الحر، فهذا لا نريده. بالنسبة لنا من صالحنا أن يبقى هذا الصراع صراع داخلي، صراع شعب للحصول على حقوقه الأساسية. نعم. وتقول لي القليل، نعم ما نسأله هو القليل، الحرية، الكرامة، نظام ديمقراطي يختار الناس من خلاله حكامهم وسياساتهم من خلال صناديق الاقتراع، لذلك قامت ثورة الشعب السوري، وهذا هو الحد الأدنى والحد الأعلى، ولن يعود الشعب السوري إلى الوراء، لن يقبل بحكم الفرد، بحكم العائلة، بحكم المافيا، بحكم الطائفة، مهما كان هذا الأمر، لأنه رفع ثمن عالي جدا. العنف وما تحدث عنه ضيفك في الاستوديو مارسه النظام عندما كان المظاهرات سلمية، استخدم عندها القناصة، والآن يستخدم الطائرة ويستخدم صواريخ البالستية والأسلحة الكيماوية ضد هذا الشعب. نعم. فهذا الشعب مصمم على المضي إلى النهاية، ولا بد من حل سياسي. شكرا لك من إسطنبول السيد نجيب الغضبان، عضو الائتلاف السوري المعارضة وممثلة في واشنطن. من بيروت أشكر الكاتب الصحفي جمال دملج المختص في الشؤون الروسية، كذلك عبر الهاتف السيدة إينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية. قبل أن أشكر الناشط السياسي عمار، وقف عندك تعقيب ورد سريع وسؤال أيضا، خشيتك من تمدد الأمر إلى صراع إقليمي بعناوين طائفية مخيفة؟ الحقيقة ليس فقط بعناوين طائفية، وإنما قد يمتد إلى صراع عربي إسرائيلي أيضا. نعم. قد تدخل دول الخليج إذا ما دخلت إيران، مسائل النفط، هناك قضايا معقدة كثيرا. أنا أختلف فقط تعقيبا كونه ذكر فيما يتعلق بالأزمة بسوريا أنه والله كانت مظاهرات سلمية ورد عليها النظام بعنف. هذا حصل في تونس، هذا حصل في اليمن، هذا حصل في مصر، ولم يحمل أحد السلاح ضد الدولة، فقط في سوريا لأسباب معينة قد نبحث فيها يوما. نعم، شكرا جزيلا لك الناشط السياسي السوري عمار وقف. شكرا.